بنايا حمص بابا غنوج تبولي يلا يلا فين الطلب؟ أنا بقالي نص ساعة مستني. وكمان نص. هو أنت زبون؟ أنت صاحب محل؟ أنا مت من الجوع. تكرم عينك. يا حبيبي يا مضمون زي الهدى ونيس. يا سمي فولو مي بليز. أهلا وسهلا. سيت داون بليز. أسيفو سيت داون. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. احنا جعانين قوي وعاوزين ناكل. هتوكلينا ايه بقى؟ فروج مشوي، كبانيه، لحم مشويه، تبوله، حمص. بس 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 اسالي. ها؟ فروج مشوي؟ يس فروج مشوي يس. فروج؟ فروج. فروج؟ فروج. فروج مشوي؟ فروج. تكرم عينك. يا اهلا وسهلا. دي خطوة عزيزة يا شيخ بشار. دي خطوة بتشرفني يا أبو خليل. يا أهلا يا أهلا. ونيس؟ أيوة يا بابا. ما تعرفش ونيس ابني؟ إيه ونعم المعرفة. ده زبون مستجيب كل يوم بيشرفني. إحنا النهاردة ضيوفك يا أبو خليل. يا ألف مرحبا. المحل وصاحبه وعيلته في خدمتكم. بتكلموا يا بابا. مقسومة لك يا أنبوز مقسومة لك أبو خليل. أؤمر. ابني ونيس مخه حيطق من التفكير في هدى بنتك وعايز يتجوزها واحنا منتصرين ضدك. والله نسبك بيشرفني. ونيس زين الشباب بس الدنيا مشاغل. الليله انا هكلم هدى. بحبها يا بابا. يا حرام يا ونيس يا حرام. ونيس حط طربوش. بخاطرك بقى. بخاطرك. مع السلامه. جود. طب كويس. أجيب لك أرجيلة؟ يا ريت. أرجيلة! أرجيلة! جود! الحساب كام؟ 8 ليرات. الباقي علشان. متشكرة. عاوز أقول لك كلمتين والله. قول. عاوزك تقابليني بر. عاوزين ناخد حريتنا. ممكن؟ ممكن. صحيح ولا مقلب؟ صحيح. امتى؟ بكرة. قبل فين؟ هنا. تاخد حريتك، تشرب كاسك، تتفتح شهيتك، تاكل فروج وتمز بحمص. اجيب لك حمص. ان شاء الله يكون اكلنا عجبك. حاجة عظيمة. الحساب كام من فضلك؟ الله والأرجيلة. معلش كفاية كده. لا تسقط ذكاء. الحساب 45 ليرة و50 قرش. ثانية واحدة أجيب الفكة. خلي الباقي عشانك. المطبخ. لا النهارده بقى مش ممكن، انا عندي دفوار. لا في
في دوفوار اهم لاطباق مستنياكي، اتفضلي عشان تذاكريهم. قصدي تغسليهم. اسمعي يا امي، انا عايزاك تعملي لي بكره 18 ساندوتش. يا نهار ابيض، 18 ساندوتش ليه؟ حبيهم على الوان المدرسه. احنا طالعين رحله بكره. فين يا بنتي؟ سته. اتنين فطار، اتنين غدا، اتنين عشاء، واتنين تبقيه. احنا هنقعد طول النهار. سبعه. وزميلاتي؟ تمانيه. دول بيحبوا اكلنا قوي. شوفي تسعه ومفيش ولا واحد زياده. في ايه يا هدى؟ تصور يا بابا، سعاد عايزه 18 ساندوتش بكره، الاقيها طالعه رحله. تعملوا لها اللي هي عايزاه. زي بعضه عشان خاطر بابا بس. هعمل لك 18 ونص. انت تعرفي ونيس ابن الشيخ بشاره؟ ايوه بابا. وايه رايك فيه؟ لطيف ومؤدب. يعني يعجبك؟ لا. في ايه ما يعجبكيش؟ كله على بعضه. في ايه يا بنتي؟ وانا مالي وماله يا ماما؟ ابوه طلب ايدك. يا خبر ابيض، لحضرتك قلت له ايه؟ انت اللي تقولي ايه؟ لا 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 ثم لا. ده لا وده لا وده لا. وبعدين هتعملي ايه؟ بعدين هيفوتك سن الجواز يا بنتي. وانا هعمل ايه بالجواز يا ماما؟ ما انا قاعده باكل وبشرب وبلبس وبرقص وبصلي والحمد لله. يعني ايه؟ هتعيشي من غير جواز؟ لا يا بابا، هتجوز ولازم اتجوز. امتى؟ لما ربنا يريد يا بابا. يا بنتي ربنا ما قالش كده. انت مضيعه حياتك وشبابك في الضحك واللعب والرقص، والناس لسانهم طويل. انت لازم تسمعي كلامك يا بابا. انا زي كل بنت نفسي يبقى لي بيت واولاد، لكن في حاجه هنا انا نفسي مش عارفاها هي ايه. انا ما فكرتش في الجواز ابدا، لكن قلبي مليان حب الخير للناس. عارف يا بابا، أنا لما بقدم خدمة الإنسان محتاج ببقى في منتهى السعادة. ما هو يا هدى يا بنتي، لما تتجوزي وتسعدي جوزك وتخدمي أولادك هتعيشي طول عمرك في منتهى السعادة. تصبحي على خير. فهمتي حاجة من كلام بنتك؟ هدى رقيقة وطيبة وقلبها دايما مع الناس وتفكيرها في خدمتهم. أنا ما أعرفش الكلام الفارغ ده. أنا أديت كلمة للشيخ بشارة وهدى هتتجوز ونيس. أنت عايزة تسودي وشي مع الناس؟ بلاش كلام فارغ. أنا اللي متأسف. الله، هما راحوا فين؟ هما مين؟ أي خدمة يمكن أقدر أساعدك؟ تلامذة المدرسة. حلوين زيك ومعاهم سر؟ أيوه، مدرسة عين زحلتة ورا معبد جوبيتر. مرسي. تسمح؟ نعم.
هو فين معبد جوبيتر؟ ما تعرفيش معبد جوبيتر؟ لا. ولا معبد باخوس؟ لا. امال تعرفي ايه عن بعلبك؟ بعلبك 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 بيعملوا فيها الفلكلور اللبناني. بس وبيجوا فيها السواح. ده ايه المعلومات القيمه دي؟ حضرتك لبنانيه؟ طبعا، ابويا لبناني وامي لبنانيه وجدي كمان بس لبناني. بس 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 شوفي يا ستي، هناك معبد جوبيتر اله الشمس، وده معبد باخوس اله الخمر، وهناك برضه معبد فينوس الاله بتاعك انت، اله الجمال. وحضرتك بقى عرفت الحاجات دي لوحدك؟ لا، انا بشتغل مرشد سياحي واسمي عادل. مرسي، عن اذنك هروح الحق زميلاتي. انا اسمي سعاد. مساء. انا متاسفه قوي، بقالي اسبوعين ما جيتش. اتفضلي. ربنا يباركك يا هدى ويملى نفسك بالسعاده، لانك بتحب الفقراء والمساكين. المسيح قال للرجل الغني: اذا اردت ان تكون كاملا فاذهب وبع املاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنزا في السماء، وتعالى اتبعني. عمل ايه الرجل الغني؟ مشي حزين. ليه؟ لانه كان غني وما كانش مؤمن، وانت مؤمنه يا هدى، وابوك راجل خير. انت رسول محبه يا هدى. انا رسول محبه؟ ده رايك فيا؟ ما حدش قال لي الكلمه دي ابدا، كلهم بيقولوا عليا وحشه وشقيه. بسر، المزيك حرام. كل شيء بيغذي الروح حلال. الضحك حرام. المرح البريء مش خطير. انا كنت عارفه كده، يبقوا مش فاهميني، يبقوا ظالميني. حتى امي، حتى ابويا. اكرم اباك وامك. انا بحبهم، صلي من اجلي. وانت كمان. انا ضايقتك؟ ده انا كنت بفتكر لما هتشوفيني هتسلمي عليا. مش احنا اصحاب؟ انت مخصماني؟ لا ابدا. مكسوفه مني؟ تسمح لي امشي؟ طيب خدي اقري الكتاب ده، هيعرفك اثار بلادنا عشان ما تغلطيش تاني مره في التاريخ. سلام. سواح من اليابان؟ طب وهنجيب لهم رز منين؟ على العموم اهلا وسهلا. كم؟ 150؟ ولا يهمك، خليك معايا. صباح الخير يا احمد. احجز لي في اوتيل فينيسي عشان المجموعه اللي هتوصل على الطيران العربيه. وجهز 4 عربيات كمان. كل عربيه بالمرشد بتاعها. ايوه بيتكلموا ياباني. مع السلامه. كل شيء جاهز. مع السلامة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ محمود. مطلوب عربيتين، عربية لسواح أجانب وعربية لطلبة جامعة القاهرة. يا أهلا بيهم. عربية السواح تقوم بيها ليلى، وعربية الطلبة أنا هكون معاهم. اسمح لي، أنا اللي عايز أقوم بيها. أنا وأنت واحد. بس دول مش سواح يا محمود، دول إخواننا وحبايبنا. الطريق اللي إحنا ماشيين فيه دلوقتي طريق نبع الصفر،
يا سلام، طريق جميل ونبع الصفا، مصيف مشهور جدا عند اخواننا المصريين، تمام زي ظهور الشوير. ونبع الصفا مشهور بالنبع الصافي المتدفق من راس الجبل، وعشان كده سموه نبع الصفا. تفوت علينا ولا تسألش؟ دي القهوة قهوتك والمطعم مطعمك، وانت غالي عندنا قوي، ونتمنى نخدمك. انا اسف بس النهاردة معايا ضيوف من مصر، والبرنامج كبير وهما ما عندهمش وقت. ضيوف من مصر؟ هم يا ميت اهلا وسهلا، دول اهلنا وحبايبنا، ومش ممكن ابدا يفوتوا علينا من غير ما نقوم بالواجب ولو فنجان قهوة. ان شاء الله نتغدى عندكم. والغدا علينا. ها، عيش لبنان وكرم لبنان. عيش لبنان وكرم لبنان. يعيش لبنان وكرم لبنان. يعيش لبنان وكرم لبنان. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. مع السلامة يا جماعة، احنا مستنيينكم. مش ضايع منك حاجة؟ الله، انت اللي تيها. مش هديهالك اهي. دي هدية وعزيزة عليا قوي. اتفضل. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا هدى. ولا يهمك، خايفه اسقط في الامتحان. خلي قلبك جامد، قول يا رب. انت جميله، انت جميله، انت جميله، انت حلوه، انت مفاضه، انت شوكولاته تقعد كده اهو، وانت دومه تقعد كده اهو. افندم. يا حفيظ، قلت لك الف مره لما سقف ولا نادي ما تردش يا غبي. حاضر. ابعت هدى. ست هدى. ايوه. كلمي خواجه يا طنوس. افندم، طلبات السياده؟ طبعا يا بنت ابو خليل، من ليه احبابه ونس اصحابه. مين بقى احبابه ومين اصحابه؟ لا يا شيخ، الواد اللي بتغزليه، الترجمان بتاع السواح. بذمتك ده واد ده. تعالي هنا، انت فاكراني ايه؟ انا افهمها وهي طايره. تحت امرك، عايز ايه؟ عاوز اكل. هتاكل يا الياس. افندم. تعالى شوف طلبات البي. ما هو انت مش زبون، انت صاحب محل. افندم. غور من وش يا اخي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. لو اعرف انك جاي كنت فرشت لك الارض ورد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تحب تاكل دلوقتي؟ ايوه لو سمحت، بس عايز كوبايه ميه ساقعه. حاضر. اتفضل. ياه، دي تلج. إلا قولي لي، راس النبي بعيد عن هنا؟ أبداً، خطوتين. يا السلام، ده منظره يجنن. تحب تتفرج عليه؟ بتوع السياحة اللي زيك لازم يعرفوه ويفرجوا عليه السواح. تحب تروح؟ يلا. بس مش هتعبك؟ أبداً، تكرم عينك. يلا بينا. يلا بينا.
ولما ارجع باكل. اوعى تقع، ماليش دعوه بقى، انت حر. استنى مالك ما تركتك في حاجة وكسفتيني. خليه يسمع صوتي، خليه يعرف مكاني ويعرف اللي في قلبي. وحياتك يا عطرة، بتاع السياحة يا ترى انت فين؟ خفت مني؟ افتكرتك تهت. تعالى وراي. ايه معقول؟ هتحط رجلك هنا اهو. فين؟ وبعدين في هنا اهو، في على الصخرة دي. ايه؟ وبعدين على اللي جنبيها ده. ايه؟ بس مش معقول. الله، هناك دي؟ انت خايف؟ ايه يا بتاع السياحة؟ تعالى هناك دي الصخرة دي. مش عايز اتفرج على راس النبي، انا راجع. طب هات ايدك يا طويل التيل، هات هات، عدي يلا. طب استنى شويه. عسل، محدش عايز من حد. مش قلت لك مش عايز اتفرج على راس النبي؟ يلا. المايه ساقعه قوي. اجمد. طب استنى شويه. استنى شويه على مهلي. يا خبر ابيض. استني على مهلي، قلت لك استنى. امسك. استني شويه بشويش. يا هدى يا بنتي، انا بصلي ليل ونهار ان ربنا يهديكي ويسعدك. نفسي افرح بيكي بقى واستريح من كلام الناس ولسنتهم. ما هو يا بابا، انا عارف اللي انت هتقوليه، لكن الناس ما بترحمش، وانا ما عنديش غيرك انت واختك. انت اللي هتكوني مسؤولة عن امك واختك والمطعم. نهايته روح انت، وانا هوصل لحد البلد اقضي باقي الطلبات. مع السلامة. سعاد رايحة فين؟ الله، حلوة قوي. عجباكي؟ ما هي بتاعتك، محدش هيركبها معايا غيرك. وحشتيني قوي يا سعاد. سعاد، اخس عليك يا عادل. سعاد. نعم. انا بقالي قد ايه ما شفتكيش؟ 48 ساعة و12 دقيقة و7 ثواني.
طب ايه رايك انهم 48 يوم مش 48 ساعه للدرجه دي واكتر؟ بحبك، بموت فيك، ما بقتش قادر ابعد عنك. طب تعالى بقى نقعد واحكي لي عملت ايه في 48 يوم دول، قصدي في 48 ساعه دول. شوفي يا ستي، اولا كان عندي تقرير مهم جدا لازم اكتبه واقدمه لمجلس الاداره، لكن لا كتبته ولا قدمته. ليه؟ انت السبب. كل ما اجي اكتب كلمه الاقيكي قدام عيني، كل ما احاول ابتدي تقعدي تعكسيني. طب هو انا كنت معاك؟ طبعا. هو انت بتفرقيني دقيقه ولا بتبعدي عني ثانيه؟ انت دايما معايا، في قلبي، في عيني. تصوري ان انا ابتديت التقرير كده. حبيبتي مجلس الإدارة، أنا بحبك جدا يا مجلس الإدارة، بموت فيك يا مجلس الإدارة، نفسي أقابل أبوك يا مجلس الإدارة. طب ما هو أبو مجلس الإدارة كمان نفسه يقابلك. هيحصل كده وحياتي. نبقى نتقابل في أسطورة. تحت أمرك يا ستي. عادل بقاله مدة بيلح عليا علشان اقولك ان عايز يتجوز. عال عال عال، مبروك يا ستي، اخيرا وافق على رأيي. هي بنت حبيب باشا تتعيب. حبيب باشا مين؟ دي واحدة تانية خالص. ها؟ مين دي؟ واحدة بنت غلبانة متواضعة من عيلة بسيطة في الجبل، وابوها عنده مطعم فروج. الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده يا ست هاني، انا ابني يتجوز بنت واحد عنده مطعم فروج في الجبل؟ ده ولد مجنون، مش لازم نتكلم في الموضوع ده ابدا. اصل هو مستعجل قوي وقال لي يا ماما ما كنتش هتقولي له انت، انا اللي هقول له بنفسي. طيب سيبيني انا هتصرف معاه. بس وحياتك يا باشا، انت عارف ان عادل ابني الوحيد. ما هو ابني انا كمان. على كل حال ما تخافيش، انا مش هزعله. فروج قال ليه؟ واحنا جعانين. أنا كمان بحب. قال لي مش هقدر أبعد عنك. يعني أنا اللي هقدر أبعد عنه؟ حاضر يا حنين، يا منبع الحب والسعادة، نوري لي طريقي. قال لي إنه هيقابل بابا، وطبعا بابا هيفرح بيه وهيرضى وهبقى عروسة. وسمعيني الكلمة اللي بستناها منك، صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا عادل. أنا جاي أكلمك في مسألة تخص مستقبلي. ابن حلال، تعرف أنا لسه كنت هطلبك دلوقتي حالاً علشان أكلمك في المسألة اللي تخص مستقبلك. هي ماما قالت لك؟ يا ابني وأنا مستني لما حد يقول لي، أنا ليا مين غيرك أدور على مستقبله؟ يعني موافق؟ موافق؟ هو أنا بس اللي موافق؟ ده كل أعضاء مجلس إدارة الشركة موافقين. مجلس الإدارة؟ أيوه، مجلس الإدارة كله موافق بالإجماع على تعيينك مدير عام الشركة. مش لانك ابني، لا ابدا، ده علشان الكفاءه اللي اظهرتها طول الثلاث سنين اللي فاتت. يا ابني انت جدير بالمركز ده، مبروك يا عادل. انا متشكر يا بابا. انا واثق ان يهمك مستقبل عملي، وطبعا يهمك ان اكون سعيد في حياتي. اه طبعا طبعا طبعا. انا اخترت لنفسي عروسه وعاوزك تخطبها لي. اه انا طبعا واثق انك اخترت العروسه اللي تشرفك، بس يعني انا شايف ان الموضوع ده سابق لاوانه. انت دلوقتي يا ابني قدامك سفريه خطيره جدا، لازم تكرس لها كل وقتك وتبذل فيها كل مجهودك. انت هتسافر الخارج علشان تمر على فروع الشركه وتعرف سير العمل ماشي ازاي، ولما ترجع ان شاء الله نبقى نتكلم في الموضوع ده. بس يا بابا. ايوه يا ابني انا قلت لك خلينا دلوقتي كده، الاهم فالمهم. جايه منين يا ست الحسن؟ جايه من الكنيسه. يا سلام على التقوى. وبتعمل ايه في الكنيسه؟ بودي هدوم للايتام كده. انت عايز مني ايه؟ انا بحبك، بحبك وانت مسائل عني، ما اقدرش اعيش من غيرك ابدا يا هدى. اسمع يا طنوس، انا عايزك تفهمني، احنا صحيح ولاد بلد واحده وانت ما تتعيبش، لكن اعمل ايه؟ قلبي مش في ايدي، انت لازم تشيل الحكايه دي من دماغك. يعني الواد الترجمان هو السبب؟ لا يا طنوس، الترجمان ملوش دعوه، انا عمري ما بصيت لك الا كاخ. مش معنى الكلام ده ظهر دلوقتي بس؟ وهو في كان بيني وبينك حاجه قبل كده؟ شوفي بقى، البلد ما بقتش تسعنا احنا الثلاثة، يقطع رجله من هنا يقتلك يقتل نفسي، انما لا يمكن تكون الغيري ابدا.
تسألني وعشان اسمح مني وش لحمي بهاك الدار هلياني وغرقاني بالغيمة وبالشربين يا بني تعباني بعيني هالحلوين بكتني ايامه والبيت الحلو خيامه عالباب القدام وفي وردة وبنك جدار كرمك الله يزيد والمشاشة هون هون الخير معنا ايده عم بيغني عالكون فتحت لحالك طاقة عالارض المشتاقة يلي قلبك باقة حب وانفي وقمار وينك يا لفتات العين تودينا وترد اخبار ولاقونا يا اهل الدار ولاقونا يا اهل الدار مطويل 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 بالعز وبالاشعار خليتيني مكرم خليتيني اقتل واحد علشان بغير عليك علشان بحبك الرصاصه دي كانت ليكي لقلبك اللي زي الحجر تو انا بكرهك 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 ضروري انت السبب تصرفاتك الغلط وتفكيرك الغلط هما السبب في اللي حصل شوف الناس بتقول علينا ايه ما تصدقش كلام الناس دول كدابين انا ما شجعتوش ما فيش بيني وبينه اي حاجه ما قلتلوش روح اقتل ما تظلمنيش زيهم يا بابا انت ابويا وعارف بنتك شكلها ايه انا ما اخطأتش انا بحب الناس كلها زي ما بحبكم بالظبط بحس بان دول اخوات ليا عمري ما كنت اتصور انه ده غلط ابدا صدقني يا بابا صدقني انا ما اخطأتش انا قلت رايي وجوازك لازم يتم
انت سرحانه في ايه يا هدى؟ انت ندمانه علشان سبت الدنيا؟ انت بتفكري ترجعي تاني؟ انت ليه حزينه؟ انت مش في موقف تامل. منين جبت الكتاب ده؟ كان معايا لما جيت. دخولك الدير قطع ما بينك وبين العالم، وما يصحش يكون معاكي كتاب زي ده. حبيت اتسلى فيه. احنا هنا بنتعلم النقد والشعر والادب. النقد في المدرسه، تصرفك ده غير مرضي. تعالي معايا. الكتاب ده كانت بتقرا فيه بدل ما تتعبد وتصلي. دي مش اول غلطه بتعملها. انا رايي انها غير صالحه. تعالي يا بنتي قربي. انا هشوف الموضوع ده بنفسي. متشكره. انت بتحبي الشعر؟ انا كمان حبيت الشعر وقريت الكتاب ده واسعدني بعض الوقت. الشعر غذاء للروح والنفس، وشوقي بيه امير الشعراء. سجى الليل حتى هاج بي الشعر والهوى. وما البيد الا الليل والشعر والحب. ملأت سماء البيد عشقا وأرضها، وحملت وحدي ذلك العشق يا رب. بس ده كان زمان. خدي كتابك يا بنتي، يمكن تتعلمي منه هدف حب الناس، حب الخير، لأن ده هو الحب الحقيقي والسعادة الكبيرة. ادعي لهداية نفسك وصلي عشان توصلي لطريق المحبة والخلاص. أظنكم ملاحظين إن الكنيسة دي مبنية بطريقة هندسية حديثة تمتاز بروعة البساطة، وما فيهاش أي زخرفة من اللي موجودة في الكنائس القديمة. وطبعا السبب معروف، لأن كثرة الزخرفة ممكن إنها تصرف المتعبد عن عبادته ولو لبعض الوقت. ودي آخر حاجة هنزورها النهاردة في دير مردوم. اتفضلوا معايا. انت لسه سرحانة؟ ايه اللي جابك هنا؟ تعالي معايا عند ريسة.
تعال يا هدى. ضروري كان في سبب مهم لوقفتك في الجنينة. ما تخافيش. صرحيني. أيوه. أقدر أعرف؟ غصب عني. يهمك أمره؟ أيوه. سامحيني. يا بنتي، حياة الرهبنة مش هي التقشف ومنع النفس وحرمانها. حياة الرهبنة هي السعادة. التقشف فيها وسيلة. وسيلة لسعادة النفس وسعادة الناس. كل إنسان يتمنى السعادة ويسعلها. يمكن سعادتك تكون في مكان تاني تعيشي فيه، وتكوني في أسرة، وتكوني في زوجة صالحة وأم فاضلة. اخرجي للحياة. مش ممكن. أنا وهبت نفسي لخدمة الرب. سعادتي هنا، سعادتي في خدمة الناس كلها. خليني معاكم، أبوس إيدي وحياة العذراء، اقبلي رجايا. امتحني نفسك مرة تانية، اتجوزي، اسعدي زوجك، ربي أولادك، وبكده تكوني أسعدتي مجتمعك الصغير. وما تخافيش، هنفضل دايما أصدقاء، وأبوابنا دايما مفتوحة علشانك. مش حلفتلك اني مش هتأخر عليكي،
وهكتب لك كل يوم جواب. ما كانش في حاجه في الدنيا تخليني اسيبك واسيبك، لكن غصب عنك انا مش عارفه اعمل ايه من غيرك. بلاش الدموع دي بقى. مش مصدقاني؟ طب وحياه عينيك الحلوين دول، اني اول ما شفتك وانت ملخومه وغرقانه في شبر ميه، وكنت تايهه في بعلبك ومش عارفه اي حاجه، ساعتها حبيتك. وبعدين شفتك في المطعم وشفت هدى، لقيت نفسي بحبك اكتر، وعرفت انك هتبقي ليا وهتكوني مراتي. ومن ساعتها وانا ما بفكرش في اي حد في الدنيا غيرك. وتعرفي لما غبت عنك الاربع ايام دول كنت معايا دايما معايا. وعشان كده هتسيبني وتسافر غصب عني، مسؤوليتي كبرت، لكن انا دايما معاكي وهتكوني دايما معايا لما نسافر. وحياتي وحياتك هتكوني لي طول العمر طول العمر. بتحل عني بقى. يا باي انت. نعم. ما شفت السلسله بتاعتي؟ اوه كتك البلا في دمك انت جليله. عايزه ايه؟ فين سلسلتي؟ ما شفتيش سلسلتي؟ سلسلتك دي ايه؟ سلسلتي الذهب اللي انت سرقتيها. اخرسي قطع لسانك. انا قطع لسانك؟ انا قطع لسانك انت قليله الادب. ها والله لازم افتشك يا حراميه. فتشيني يعني ايه؟ فتشي بقى يا هدى. بطلي بقى على عيبك دي. والله ما حد حرامي غيرك. انا حراميه؟ حراميه؟ طب والله لا طلع المدير. شفتوا بقى؟ هو اللي سكت يا حراميه. سلسلتي دي ايه؟ سلسلتي سرقوها مني في المطبخ. وانت؟ اه. وايه اللي جابك هنا؟ جاي اشتكي للمدير. اشتكي مين؟ اللي سرقها. مين اللي سرقها؟ اللي اديها لك. تغلبيها كده ليه؟ وانت مالك؟ امشي خد حسابك وروحي. هو حضرتك المدير؟ ايوه. يخرب بيتك. ها؟ يخرب بيتي انا. انا عليك. ادوري. امشي. اقعدي. اقعدي. حط رجلي على رجلي. يلا قومي.
امشي من هنا. اقعدي. حط رجل على رجل. تاخدي كام؟ 100 ليره. في اليوم؟ في الشهر. وبنام في المخزن كمان. مالكيش اهل؟ ابدا. ولا بيت؟ ابدا. متجوزة؟ متطلقة؟ اسمك؟ هدى. هدى. ما ينفعش، لازم اتغير. هو ايه اللي ما ينفعش؟ الاسم مو شرط يسيبك. لا بس سونيا.
ده اعجاز، دي فتنه. 30 سنه لفيت كباريهات العالم وصلتها، ما شفتش لا اروع ولا احلى ولا اجمل من كده. ميرسي يا باشا. صدقيني ده مش كومبليمان، دي حقيقه. انا لفيت الدنيا كلها ما لقيتش احسن من كده ولا اجمل من كده ولا احلى من كده. فلوسي كلها تحت امرك. الشيك ده انا ماضيه، اكتب المبلغ اللي يعجبك. متشكره قوي. انا منتظرك تحت في عربيتي. اهلا سعاده الباشا. اهلا. ده شرف كبير قوي يا سعاده الباشا. انا اهنيك يا فؤاد بيه على التحفه الغاليه دي. متشكر قوي يا باشا. انا منتظرك تحت في العربيه. مع السلامه يا باشا. مع الف سلامه. متشكر جدا. مع الف سلامه. ايه الراجل المجنون ده؟ ده احمد البندقجي باشا. اتفضل يا سيدي، كاتب لي شيك على بياض. فيها ايه؟ فيها ايه؟ انت عارف عايز ايه؟ عارف. وانت موافق؟ فيها ايه؟ فيها ايه يعني ايه؟ يعني يا ستي 10,000 ليرة. اتفضلي. وبعدين؟ وبعدين بكرة 20,000، وبعده 100,000، وبعده 500,000، يعني وصلتي. واخرج معايا. وتقدري ما تخرجيش. الشغل هنا عايز شطارة، ذكاء، فهلوة، تشغيل مخ. ممكن تاخدي كل حاجة وما تديش حاجة أبدا. ممكن ما تاخديش حاجة وترجع المطبخ تاني. فكري كويس. فكري. يلا Premier ou Champagne manque. Si premier, quatre premiers, chez vous, là. Ok. Alpha, comme ça, Mayos. Ezay. دي تمنها 7,000 ليرة. طب ارهنها عني. اسفه مدام، هنا مش محل رهونات، انا بقدي خدمه بس. طيب هات. ميرسي. اهلا بالامر. ايه مالك زعلانه ليه؟ خسرت كل فلوسي. ولا يهمك. والشير كمان. في جزمتك. اي خدمه من شير؟ دي مفاتيح عربيتي. عايز 10,000 ليرة. عشرة آلاف يا حبيبي. انت عارف انا شاريها بكام ومركبتهاش الا اسبوع واحد. انا خسران 30,000 ليرة وعاوز اعوض فلوسي. مين بقى الشاطر اللي شطب على الصوت بتاعك؟ صلاح بيه شطب على الترابيزه كلها مش على السلده بس. صلاح بيه راجل شاطر، انا عارفه كويس، وراجل لارج كمان. بكره لما تعرفيه هتحبيه. انا ما بحبش حد. اتفضلي. ايه ده؟ لكن انا ما طلبتش منك حاجه. وانا ما خدتش منك حاجه. امال بتلعب ليه؟ مش قلت لك ان صلاح بيه راجل لارج؟ اها. سيب الشيك على المكتب وروح شوف شغلك. حاضر يا فندم. اسمع افندم، فت عينك كويس، انت امبارح كنت حمار على الترابيزه. انا اللي لادي حظي A1. اتفضل. هايله بقى صلاح بيه ده، هو اللي طعم مش كده؟ عندي منه 12. مهم دول بقى يحموا اللعب ويخلوا المغفلين تقاع. شفت انت كعيت ازاي؟ ده انت هايل قوي. كل اللي انت شايفاه ده صنع ايديا، ملكي. فاهمه يعني ايه ملكي؟ بس انا عمري ما هكون ملك لحد. لكن انا مش حد. ما تبقيش عبيطه.
انت علمتني كده، اخد وما اديش. لكن انا فؤاد. حلوة دي. وانا سونيا. بتزيد عن يوم. بيروت كلها بتتكلم عن سونيا وجمال سونيا وطعمة سونيا وشاكة سونيا وفنها. الفضل يرجع لك يا فؤاد بيه، انا تلمستك الصغير. انا لسه ما عملتش حاجة ابدا. بكرة هتشوف انا هعمل لك ايه. هتوجك ملكة، هخلي اسمك يسطع في كل مكان. سونيا سونيا سونيا. انا سونيا وانت ملك الليل. كلمة ما قلتهاش لحد أبدا قبلك كده؟ أنت بقيتي في قلبي هنا. من أمتى؟ من يوم السلسلة. الله، إحنا مش قلنا ناخد وما نديش؟ الفلوس دي البنك لحساب المدام. لا، رجع الفلوس مطرحها يا مرسال ويسيبنا شوية من فضلك. أنا هشتغل لوحدي، هفتح كازينو باسمي. كازينو؟ إيه؟ ما اقدرش. دي شغلانة بسيطة قوي وتافهة، وتعلمتها من الألف لليه. البركة فيك طبعا يا فؤاد بيه. بتتكلمي جد؟ يعني عايزة تستغني عني؟ يعني سونيا، أنا فؤاد. ما أنا عارفة إنك فؤاد. لا، ما أنتش عارفة حاجة أبدا. لو واحدة غيرك وتحدتني أنا نسفها. ها؟ ليكي حق تضحكي، أنا لا أستاهل. أنا اللي طمعتك واديتك كل حاجة. دوسمون دوسمون فؤاد بي، على مهلك شوية. بيروت كلها بتيجي هنا علشان سونيا. في سونيا في شو؟ مفيش سونيا مفيش شو. لا يا سونيا،
أبدا. أنا بديلك 50% من مكسبي مش عشان شغلك، عشان أنا حبيتك. سونيا، فؤاد مالك الليل هو اللي بيكلمك. ده فؤاد اللي عرف الحب لأول مرة وضحى ومستعد يضحي عشانك. طلباتك يا سونيا. سبعين في المية. موافق. موافق؟ أيوة. 80%. موافق. موافق. بس ما تسيبينيش. قبل ما اوصل البيت لازم يكون العقل معايا مفهوم. أنا كان قلبي حاسس إن بابا تعبان. أنا خايفة يجرى له حاجة وهو غضبان عليا. مش عارفة أتصرف إزاي. عزيزة، من فضلك تسيبيني لوحدي شوية. فؤاد دي منتظر حضرتك بقاله نص ساعة في الصالون. أقول له إيه؟ أنا
مدام، تحبي اقول ايه لفؤاد بيه؟ قولي لفؤاد انا هجيله بعد ساعه في المكتب. حاضر. من فضلك. ايوه. خلي الشوفير يطلع العربيه الصغيره. حاضر. مش هشتغل. انت مصممه تشتغل لوحدك؟ مش هشتغل خالص. يعني ايه؟ هقعد في البيت. بعد اللي عملناه؟ المجد العريض ده كله تهدميه في ثانية واحدة؟ فوقي نفسك، فوقي. فعلا أنا فوقت لنفسي وده قراري الأخير. مش معقول. أنا حر؟ لا يا هانم، ما أنتش حرة. اقري العقد كويس. أنت ما تقدريش تسيب الشغل أبدا. يعني إيه؟ يعني لازم تنفذي العقد وتحترمي أنباك. كيف؟ هو يا حبيبتي من غيرك لا هيبقى في كازينو ولا فؤاد ولا حاجه ابدا. قلت ايه؟ حاضر يا فؤاد بيه، حاضر. Banco un numero 3. 50,000 de banco. Banco demandé. Madame, s'il vous plaît. Banco demandé. Huit à la pompe. Neuf à la banque. Bon pour la banque. 95,000 de banco. Qui fait banco? On peut faire. Faire encore. 250. Projet 250. 200, on peut faire, on peut faire. 500 d'effet. 4 premiers chevaux. D'effet. Rien va plus. Un monsieur, s'il vous plaît. Un monsieur. 50. سونيا بتلعب بجنون وعماله تخسر. بانكو توبان. سولدي. ايه ده يا مدام؟ عقد ب 80% في الكازينو والكلاب. مليون ليرة. انت جنيتي؟ كارت؟ كارت سي وبي. فادي كارت، فورنالي كارت. سيس على بانك. سيت على بونت. تخسر يا باشا. الثاني الخطير فرانكو وفرانكا. طبعا كلكم عايزين تعرفوا فين نجمتنا المحبوبه سونيا، ويؤسفني اقول لكم ان سونيا مش هتكون معانا الليله نظرا لاصابتها بمرض مفاجئ، لكن اوعدكم انها هتكون معانا بكره ان شاء الله. ميدام اي مسيو، ليديز اند جنتلمان، باليه العالمي فرانكو. وبعدين بس يا فؤاد بيه، بقالنا 7 ايام وكازينو من غير سونيا، هنفضل كده نكذب على الزباين لحد امتى؟ نصبر كمان يومين لحد ما اعصابها تهدى.
حادثه موت الباشا اثرت عليها. ايوه بس احنا هنعمل ايه؟ هنسكت الزباين دي ازاي؟ انا هتصرف. الو اديه من فضلك مدام سونيا. سونيا ما عندناش الاسم ده. وبعدين يا هدى كمل. وبعدين طبعا خفت ارجع نبع الصفا تاني فرحت اشتغل عند راجل عجوز انما غني قوي يا ماما. وفين الراجل الغني ده؟ ده مات وخدت كل املاكه والقصر ده كمان. ليه ما كانش له اهل؟ ما كانلوش حد غيري. ما كانلوش حد غيرك؟ ايوه يا ماما اصل اتجوزته قبل ما يموت بثلاث اشهر. الو افندم ما قلتلك ما عندناش الاسم ده. ايوه يا فؤاد. ايوه ايه 15 يوم لا حس ولا خبر، ايه الحكايه فاهمين؟ شوف يا فؤاد ما تحاولش تسالني عن سبب غيابي ابدا، دي حاجه تخصني انا بس. ايه حد جديد؟ لا حب جديد. ها؟ حب جديد؟ حب يمكن انت ما تحسوش ولا تعرفوش، حب امي واختي. يا شيخه خضتين الحمد لله على سلامتهم، ربنا يخليكي ليهم ويخليهم ليكي، بس 15 يوم كفايه قوي. انت ست عندك مسؤوليات والكازينو من غيرك نقفله بقى احسن. انت ناسي اننا عايشين من الكازينو واللعب والقمار. ارجوك ما تجيبش السيره دي هنا، هنا بيت امي واختي. من فضلك مره تانية ما تبقاش تجيني هنا، فاهم؟ هلا هدى. هاي يا حلوه اختي سعاد. اهلا وسهلا الاستاذ فؤاد وكيل اعمالي. اهلا بيكي. طب استاذن انا بقى وبتصل بيكي في التليفون. مع السلامه يا استاذ فؤاد. ميرسي. في بيروت في البيت بيت هدى اختي، لما قابلك احكي لك على كل حاجه. وحشتيني قوي يا سعاد، عاوز اشوفك. انت اللي وحشتيني قوي، انا كمان عايزه اشوفك. فين؟ ايوه عارفاه بس اخرج ازاي؟ حاولي يا سعاد، لازم نتقابل. لا ما اقدرش. ولا اقول لك هبقى اكلمك في التليفون. سعاد سعاد ما كانش لازم اوافقك واجيب معايا اللبس ده عشان تفضل توقع لي قلبي نص ساعة وانت في المية. هو قلبك وقع؟ طبعا مش خايفة عليك. وثانيا وحشتني. وثالثا مش هقول. عارف؟ طب قول. بتحبيني؟ برضو مش هقول. عايز اقولك حاجة يا هدى. قولي يا حلوة. النهاردة ماما هتتغدى برا. قديمة وعارفة. لا طب اقولك حاجة تانية. قولي قولي اوامر عشان تحفظ من الجوع. فاكرة عادل؟ مين عادل؟ بتاع السياحة اللي كان دايما بيجي يتغدى عندنا في المطعم. ماله؟ جاي يزورنا بكرة. عارفة جاي ليه؟ عشان يخطبني، اصله مستعجل وانا كمان. مبروك، يلا نتغدى. مرسي ماليش نفس. ما
ده جاهز يا فندم. نازلة حالا. اهلا هدى، ازيك؟ وحشتيني، بس اوعي تقولي لي تعالى ما افرجك على راس النبع تاني. اما دي كانت حته وقعه مش قادره انساها ابدا. اتفضل يا عادل بيه. انت اتغيرت كتير مش كده؟ كلنا اتغيرنا، الزمن بيغير الناس. تحت امرك. سعاد قالت لي انك عايز تكلمني. ايوه، انت عارفه ان انا وسعاد بنحب بعض، وانا متاكد انه يسعدك ان احنا نكون لبعض، ولا عندك مانع؟ بالعكس، ده اسعد يوم في حياتي. مبروك يا عادل، الف مبروك. يوافقكوا اجي انا وبابا وماما يوم الحد الجاي؟ اهلا وسهلا، ربنا يتمم بخير. مع السلامة يا عادل. اما عليك يا عريس يا سعاد زي القمر، اسمه ورسمه وكسمه، مفيش كده. بنت ما تكونيش عايزه تتجوزيه؟ ما يضرش. الله. بهزر. اما اطلع بقى الساعه الجوده هنعمل. انتوا انستونا وشرفتونا، بس كان نفسي اتعرف بالهانم، كانت تكمل سعادتنا، لكن يظهر ما عندناش حظ. الف بعد الشر عليها. لا لا لا، سيبك انتي. انت عايزه ام عادل علشان تطمني على حماد بنتك؟ على كل حال اطمني، ولا ايه يا عادل؟ حماد بنتك ست اميره وسكره وتتاكل اكل. كمان يا بابا حماد ابنك زي السكره وتتاكل اكل. شعر اصفر وعينين خضر. ما خلاص يا باشا، احنا راحت علينا. لا فشر، ما لسه بدري قوي قدامنا. سامع يا سعاد عمك بيقول ايه؟ بيهزر يا ماما. لا بيهزر يا ماما. اهو انتوا كده يا بنات، الواحده تكبر وتربي، واول ما يجي العريس تنسوا الدنيا واللي فيها. طبعا طبعا يا ست هانم، ربنا يهنيهم.
احنا يعني ورانا ايه غير سعادتهم؟ مظبوط. اهلا اهلا، نورت البيت يا باشا. مبروك يا عادل. اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا اتفضل. عادل. افندم يا بابا. هي دي اخت عروستك؟ ايوه يا بابا. مش معقول. خد هانم. افندم. انا كنت عايز نقعد مع بعض نتكلم لوحدينا. اتفضل. تحت أمرك يا باشا. أنا فضلت نكون لوحدنا علشان ناخد حريتنا. دي مسألة عايزة الصراحة. مش كده يا مدام؟ طبعًا. أنتِ طبعًا يهمك راحة أختك. مفيش شك. تفتكري إنها هتكون سعيدة مع ابني؟ والله الاتنين بيحبوا بعض. وده حبه ممكن يعيش؟ قصدك إيه يا باشا؟ قصدي إن ابني عادل ما يعرفش كل الحقيقة عنكم. كان واجب عليكي تقولي له مين هي مدام سونيا اللي حيناسبها، لأنه ما يعرفش إن مدام سونيا امرأة لها ماضي وإنها نجمة بيروت، الاسم اللامع في دنيا الليل والكباريهات والبارات ونوادي القمار، وسط ما ترضاش عنه العائلات الكريمة. وأكد لك إن لو كان ابني عادل يعرف مين هي ملكة الليل ما كناش تشرفنا بزيارتكم. أنا آسف أوي مدام سونيا، إنما أنا واثق إن ابني عادل هيعرف إزاي يصون نفسه وكرامته. عادل مش ممكن يضحك عليه. عن إذنك يا مدام سونيا. Thank you.
ماما انا عارفه انك غضبان عليا، عندك حق، لكن انت دلوقتي بين ايادي الله، شايفه اللي محدش قدر يشوفه، شايفه الحقيقه. يا ترى لسه قلبك غضبان عليا؟ ماما انا يمكن غلطت لما سبتك، ويمكن غلطت لما سبت الدير، وغلطت في اختيار الطريق، لكن ما غلطتش ابدا في هدى بنتك. انا عمري ما احتجت لوجودك جنبي زي ما انا محتاجه له دلوقتي. ماما ماما مع السلامة يا ماما، مع السلامة يا ماما. اتفضل. الباقية في حياتك. ميرسي. أنا متأسف على كل اللي حصل. أنا عارف إن أنا ارتكبت أكبر غلطة في حقك وفي حق هدى. ما كانش لازم أوافق أبداً على تصرفات أبوي. هو ده رأيه. بس هو كان غلطان. وأنا كمان كنت غلطان. أنا عارف إن قلبك كبير، وإن حبنا لبعض أكبر من أي حاجة في الدنيا. سعاد اشرب. بترفضي؟ أنا بنفذ رغبة أبوك. هو قال إن في فرق كبير بيننا وبين بعض. ده صحيح. أحسن لك تدور لك على واحدة يرضى عنها الباشا والدك. ده رأيك النهائي؟ شوف يا عادل، أنا ما أقدرش أنكر إني حبيتك. حتى بعد كل اللي حصل ما قدرتش امنع نفسي من حبي ليك، لكن انا ما انفعكش ومش هقدر اشرفك لا قدام عيلتك ولا قدام الناس. اسمعي يا سعاد، انت عندي بالدنيا كلها، اهم من عيلتي واهم من الناس. احنا يا سعاد احنا مش ممكن ننفع لبعض. عن اذنك. حاضر يا سيدي، مش هتكلم. أنا معاك إنها خسارة، خسارة كبيرة خالص وما تتعوضش. إنما يعني بس هنعمل إيه؟ مش بقالنا شهر، شهر وبحاله ما خليناش حتة في بيروت ما دورناش فيها، وبرضه مش عاوز تصدق إنها اختفت. بلاش دي، الناس، الناس والجرايد والعالم كله بيقولوا إنها انتحرت، وأنت برضه مش عاوز تعترف. وبعدين؟ المصيبة انك بتحبها، انما يعني مش نفوق لنفسنا كده شوية؟
نمشي امورنا ونحاول نرجع اللي ضاع، ولا ناوي تقعد ساكت؟ تقعد ساكت لحد ما الست اختها يضحك على عقلها واحد ويتجوزها ويتمتع بقى، يتمتع بالنعيم وبالعز اللي انت اسسته بتعبك وبمجهودك وبشقاك لحد ما لهطته الست سونيا. تبصليش، تبصلي ليه؟ هو ده اللي هيحصل، هي دي الحقيقه. سعاد دلوقتي بقت صاحبة 80%. ودي لازم نتصرف وبسرعة قبل ما الست هانم تقول لنا برضه. احنا مش لازم نياس، وانا متأكد 100% انها هترجع لبيتها تاني، هترجع لاختها اللي بتحبها واللي كلمتنا عنها كتير اوي. ياه، ده انت غالية عندها خالص، وغالية عندنا احنا كمان عشان خاطرك وخاطر العيون الحلوة دي وخاطر اختك. انا في خدمتك. مرسي. الا مرسي دي؟ لا لا، او انت بالشكل ده هتزعلين. لازم تعرفي ان انا مش غريب عنك، لازم تتأكدي ان انا وكل ما امتلك اللي هو من فضل اختك تحت امرك وامر العيون الحلوة دي. بس انا بقى مش عايز اشوفك زعلانة، حرام حرام العينين الحلوة دي يبان فيها الزعل، حرام الشفايف الطعمة دي ما تبتسمش. يلا ابتسم، ابتسم، يلا ابتسم. انا تحت امرك وفي خدمتك، ولا اقولك هفوت عليكي بالليل، يمكن تحب تشمي هوا في حتة، تتعشي، ترقصي، تروحي سينما. لا مش وقت. تحت امرك. الساعة 8 كويس؟ كويس، ها؟ اتفقنا. بتوحشيني اوي. مع السلامة. وده الرولات. كل اللي شفتيه ده ليكي فيه 80%، يعني مش هتتعبي في حاجة أبدا. سيب الحمل كله علي أنا، وفلوسك هتجيلك لحد عندك. ولو إني من رأيي المخلص إنك تديري أعمالك بنفسك، لأنك في نظري ما تليش موهبة عن أختك أبدا. ها؟ أنا بفكر إن أبيع ده كله. بتقولي إيه؟ غلط كون يبيع كل ده ووهبه للفقراء؟ لا لا ما اقصدش، انما الغلط ان احنا نتصرف في حاجه مش بتاعتنا. مش يمكن هدى ترجع تاني؟ انا شخصيا مش مصدق كل اللي بيتقال عليها. يا ريت. انا من رايي ان احنا نصبر شويه، نصيبي الاخر تحت امرك، بيعيه وهبيه للفقراء. بس ارجوك توعديني، توعديني ما تصرفيش دلوقتي في حاجة. توعديني؟ ها؟ طيب. متشكر، متشكر قوي يا حبيبتي. تحب تتفرجي على البرنامج ده هاجي. لا ميرسي. تحت أمرك. أفوت عليكي بالليل. ربنا. مع السلامة. يا سلام، يا سلام عليك يا مايسترو كده وأنت بتقسم، مفيش منك، والله ما في منك أبدًا. بس اسمع، أوعك تفوتها لحظة واحدة. خليك كده على ودانها، مين عارف مش يمكن يعني تجد في المسائل مسائل. عادل يعني؟ يمكن. لا ما تخافش، انا مالي ايدي كويس. بس انا بقى يا فؤاد بيه الحقيقه يعني مش مطمن. من ايه؟ سونيا ترجع تاني؟ سونيا مين بس؟ هو في حد برضه بيرجع من الموت يا مايسترو؟ يا ابنتي
لماذا تقدمت ساجدة وماذا تطلبين؟ أطلب أن أكون راهبة. عن اختيار منك أم عن غصب وكره؟ عن اختياري وكلية شوقي. أريدك أن تعلني ذلك. باسم الآب والابن والروح القدس. يحضره الثالوث الأقدس. أنظر لله نضور الطاعة والعفة والفقر، وأتعهد بحفظها بنعمة الله. آمين. تمر بأي خدمة؟ أنا جاية من عند سعاد هانم. مش حرام لما بنت زي دي تتبهدل من واحد ما فيش في قلبه رحمة؟ أنت تقرب لها؟ لا، معرفة وأمانة في رقبتي. أنا خايفة عليها يا عادل بيه من فؤاد. فؤاد شرير، فؤاد ما عندوش ضمير، مسيطر عليها، أسيرة بين إيديه. أوعى تصدق إنها ما بتحبكش، أوعى تصدق إنها بتحب فؤاد، أبداً أبداً. وشرفك يا عادل بيه. سعاد منعتني أدخل بيتها علشان خاطر فؤاد، لكن انا مش هسكت حتى ولو اقتله. ايوه هقتله ما دام ما حدش عاوز ينجدها منه. يا ستي قلتلك حاولت كتير. حاول تاني، حاول كل دقيقه وكل ثانيه. ده انت راجل كلك شهامه وانسانيه. طب ولو رفضت؟ لو رفضت يبقى ما فيش غير حل واحد. ايه هو؟ الاخت ماري تيريز. مين دي الاخت ماري تيريز؟ هقولك على اسم الدير اللي هي فيه. الفراغ.
اشربي. انا ما بشربش. مش قلت لك ان انا عايش في فراغ؟ حتى في الليله اللي بحتفل فيها لاول مره في حياتي بعيد ميلادي، مش لاقي الانسان اللي يشاركني فرحتي. هي ليله عيد ميلادك؟ طب مش كنت تقول لي عشان اقدم لك هديه؟ هديتي انك تشربي الكاس ده معايا. اشربي. يا عذراء، أختي في محنة، أنا شفتها، الشيطان بيمد لإيده، الخطيئة بتقرب منها. طول عمري بحب الناس، طول عمري بحب الخير للناس، عمري ما أزيد حد، عمري ما كنت السبب في تعاسة إنسان. قلبي، قلبي محتاج للحب، محتاج للحنان والعطف والإنسان اللي يشاركوا حياته. أنا دماغي بقت تقيلة قوي. حافظي على طهارتا يا أطهر نساء العالم. سعاد ضعيفة ولوحدها، لا أم ترشدها ولا أب يحميها. أنت أمها وكل أهلها. وحياتك يا عطرة، وحياتك يا عطرة، خليكي جنبيها. تصبح على خير. إنه يكون فرح في السماء لخاطئ يدوب، وأنا مخطئة تائبة.
Thank you.